أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. نبدأ من صحيفة البصائر، وفاة ناشطة بعد تعرضها للتعذيب من القوات الحكومية. في العربي الجديد، العراق الكاظمي يعلن اكتمال تشكيلته الحكومية وحراك لوقف التصعيد ضده. في المدى، كتل شيعية تحاول الانقلاب على التخويل وتطالب وزارات من الكاظمي. صحيفة الزمان، تمديد حظر التجوال في بغداد والمحافظات إلى مطلع شهر رمضان. في القدس العربي، في أعلى حصيلة يومية 2600 وفاة بكورونا في غضون 24 ساعة في أمريكا. في الخليج الإماراتية، تمديد دولي بقرار ترامب وقف تمويل منظمة الصحة العالمية. وفي الشرق الأوسط، زوارق إيرانية تقترب بشكل خطير من سفن عسكرية أمريكية في الخليج. سبعة عشر عاماً مرت من تاريخ العراق الحديث، وهو يقاسي واقعاً مؤلماً يرزح فيه تحت وطأة احتلال مزدوج وفوضى مشروعات سياسية معدومة الرجاء بإصلاح أو انتظام. هذا ما رآه جهاد بشير في صحيفة البصائر، الذي أضاف أن هيئة علماء المسلمين تعد البصمة البارزة والأشد أثرا في هذا المشهد، ليس لأنها كانت ولا تزال رقما صعبا في الميدان السياسي فحسب، وإنما لكونها نموذجا جديدا لم تألفه الساحة العراقية، سواء على الصعيد الفكري أو على مستوى بلورة الرؤية والتعامل مع الأحداث. لعل من أهم ما يمكن لمتابع حصيف للقضية العراقية أن يوثقه بتجرد أن هيئة العلماء تفردت بمواقف لم تكن تجرؤ واحدة من القوى التي نمت بعد احتلال العراق على اتخاذها أو الاقتراب ممن يتبنى مجرد فكرة ذات صلة بها، إذ وجدت المقاومة العراقية في الهيئة ظهرا ساندا يدافع عنها ويزيل عنها الشبهات ويؤصل حقها الشرعي والوطني والإنساني في الدفاع عن العراق، فضلاً عن الاعتراف بمشروع المقاومة السياسي وتسليط الأضواء عليه في وقت كان الجميع يرفض أن يعترف بوجود مشروع للمقاومة يمنحها مزيداً من الحق في النشاط والحركة. هيئة علماء المسلمين وحدها فعلت ذلك، ووحدها تحملت تبعاته، ووحدها بقيت ثابتة على هذا المبدأ. ثم إن لهيئة علماء المسلمين قدم السبق في توصيف الحالة العراقية في جميع مراحلها، ولعل اتفاق استشرافها لمآلات الأوضاع والأحداث مع ما انتهى إليه واقع الحال أبلغ دليل على أن هيئة العلماء ليست كما يسعى المنتفعون من وجودهم في السلطة إلى أن يصنفوها تجمعا لرجال دين يراد لهم التقوقع في إطار الرأي الفقهي أو التوقف عند حدود النصوص والمتون والتقليد المبني على الحفظ دون الفهم. وأضاف الكاتب أن الهيئة ظهرت وكأنها تسبح ضد التيار، فواجهت ما واجهته من محن وتحملت دونه ما لا تقوى أي جهة أخرى على الصمود فيه، فخسر كثير من المراهنين على ضعف الهيئة رهانهم، وأفلس الموتورون من حيث لم يكونوا يحتسبوا، فلم يبق لديهم ما يواجهون الهيئة به سوى حزمة أكاذيب يرددونها بين حين وآخر، وافتراءات يخترقونها وما يدينون بها إلا أنفسهم. كان العدوان والاحتلال إعلاناً أمريكياً لحالة القطب في إدارة النظام الدولي، وكنا أمام معركة تخوضها الأمة من دون وعي كامل بطبيعة ما يجري ومن دون هيئات شعبية قادرة على الحشد والتعبئة في المواجهة. طلعت رماح رأى في موقع الهيئة نت أن تحديد حجم التحدي كان المسألة الأكثر أهمية في تشكيل دور هيئة علماء المسلمين، فقد تصدت الهيئة للاحتلال وأجابت عن سؤال طبيعة التحدي وكيفية المواجهة ومراحلها وعن المخاطر المحدقة إن لم تجري المواجهة على وفق فهم شامل.
كان التحدي عقائديا وحضاريا واستراتيجيا وسياسيا وقانونيا ومجتمعيا. وفق هذا التوصيف كانت الاستجابة لم نكن أمام معركة عسكرية في العراق، بل في مواجهة تحد شامل للعراق وللأمة. فجاء تشكيل وإعلان قيام هيئة علماء المسلمين في العراق بقيادة الشيخ الدكتور حارث الضاري رحمه الله، عنوانا لهذا الفهم وإدراكا لحجم هذا التحدي، وإذكاء للمثابرة والصبر الاستراتيجي في إدارة المواجهة. كان تشكيل الهيئة ودورها تأكيدا للثبات في البعد العقائدي للمواجهة وإدراكا لأبعاده ولاستهداف الأعداء له، وكان إعلانا ببدء استراتيجية المقاومة الشاملة وخوض معركة تحرير طويلة النفس يحتشد لها ويخوضها شعب العراق ضمن إطار أمته. وكان تشكيل الهيئة وتصديها للدفاع عن فكرة وحالة المقاومة عنوانا لإسقاط دعوات اليأس من هزيمة استراتيجية القوة العظمى. وكل الدعاوى التي ساقها الاحتلال ومن تعاونوا معه كان تشكيل الهيئة في ذاته أعلانا بفهم طبيعة المواجهة، وكان دورها الشامل وثوابتها التي لم تنكص عنها رغم ضراوة الأذى هو ما عمق حالة المواجهة الشاملة بين أهل العراق وجعلها عنوانا لتحقيق النصر ولإعادة بناء عراق ما بعد الاحتلال. وكما يقال إن كل خطة للمواجهة لا ترى آفاق ما بعد النصر تفشل. وحيا الكاتب جهاد وجهود من أدركوا أبعاد هذا الفهم الشامل للمواجهة، ومن علموا وضحوا لتثبيت عملوا وضحوا لتثبيت تلك الرؤية وجعلها منهاجا يعم العراق كله وأرجاء العراق كله، ويمتد ليكون عنوانا لحركة الأمة. والنصر قادم وإن طال الزمن، فتلك طبيعة المواجهة الشاملة والنتيجة المحسومة لمفهوم الصبر الاستراتيجي. هناك شقان ظاهران للأزمة العراقية هما الإرهاب والفساد، وإذا أمعنا النظر في هاتين الظاهرتين سنكتشف أنهما يصدران على الجهة نفسها، فهما في نهاية الشيء نفسه، ولكن لكل واحدة منهما تقنيتها الخاصة، كما قال فاروق يوسف في مقال بموقع ميدلس أونلاين. قال إن الإرهاب يحمي الفساد حين يشكل غطاء له، وفي المقابل فإن الفساد هو ما يمول الإرهاب بأسبابه وعدته ويمهد له. عمليا فإن الميليشيات التي هي تنظيمات غير قانونية ولا تعترف بسيادة أي حكومة عليها، بل إنها لا تخفي ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني، كانت قد تحولت إلى تنظيمات سياسية، وفاز مرشحوها بمقاعد في مجلس النواب، وصارت تتحدث بلغة سياسية بالرغم من أنها لا تزال ممسكة بسلاحها. بسبب ذلك التحول المظهري صار الإرهابيون وهم زعماء الميليشيات يحملون جوازات سفر دبلوماسية، ولديهم حصانة برلمانية، وهم يمثلون السلطة التشريعية. وإذا ما عرفنا أن الجزء الأكبر من عمليات الفساد إنما يجري تحت قبة البرلمان، فإن ذلك يعني أن الإرهابيين انتقلوا بحكم مقاعدهم النيابية إلى مرحلة إدارة عمليات الفساد من خلال استعمال الوسائل الناعمة. الخارجون على القانون إذن موجودون في مجلس النواب لأنهم يمثلون أصوات من انتخبوهم، وهم بسبب صفتهم التمثيلية تلك يملكون القدرة على سن القوانين بما ينسجم مع مصالحهم، لذلك تكون السلطة التشريعية قد استسلمت للإرهاب. المشهد السياسي العراقي كئيب إلى درجة تدعو إلى الأسى، فمبدأ انفصال السلطات الثلاث واستقلاليتها ليس له وجود على أرض الواقع، والأحزاب التي مارست عمليات فسادها كانت ولا تزال تستمد قوتها من سيطرتها على السلطات الثلاث الضعيفة أو المستضعفة. ورأى الكاتب أن الإرهابيين الذين هم زعماء الأحزاب يملكون الحق القانوني في اختيار الحكومة التي تناسبهم، لذلك فإن تلك الحكومة لن تكون سوى واجهة تغطي أعمال الفساد التي يقومون بها. أعلنت صحيفة العرب اللندنية أن قوى مسلحة وسياسية شيعية تمارس ضغوطا على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لحجز وزارات في حكومته المنتظرة.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن الأحزاب والميليشيات تسعى في الوقت الضائع إلى الضغط من أجل إقحام مرشحيها في لعبة المناصب للظفر بحقائب وزارية حاسمة ولقطع الطريق أمام أي محاولات للتضييق على تحركاتها مستقبلا. بحسب مشاركين في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فإن جلسة منح الثقة قد تعقد نهاية الأسبوع القادم، بعدما قطع الكاظمي الشوط الأطول من النقاشات مع القوى السياسية الشيعية بشأن تركيبة كابينته. وذكرت مصادر مقربة من الوفد التفاوضي التابع لمقتدى الصدر أن أطرافا سياسية شيعية بدأت بالضغط على رئيس الوزراء المكلف للحصول على وزارات في حكومته، مؤكدة أن الكاظمي يحظى بمساندة قوى شيعية بارزة ما يمكنه من مجابهة الضغوط. وأوضحت المصادر أن حركة العصائب بزعامة قيس الخزعلي وحزب الفضيلة الذي يرعاه رجل الدين الشيعي محمد اليعقوبي ألمح إلى رغبتيهما في الحصول على وزارات في حكومة الكاظمي، وتريد العصائب الاحتفاظ بوزارتي الثقافة والعمل اللتين تقعان تحت سيطرتها في الحكومة الحالية المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي، فيما لم تتضح نوايا حزب الفضيلة. وقال مراقب سياسي عراقي إن الكاظمي لا يحتاج إلى النصح بالالتزام بعناصر الوصفة الجاهزة من أجل أن تحظى حكومته بثقة البرلمان المطلقة، والتي هي تعبير عن رضا الأحزاب عليه، فهو ابن النظام الذي أنيطت به حراسة أخطر ملفاته. وأضافت الصحيفة أن المراقبين يرجحون أن تولد حكومة الكاظمي في غضون 10 أيام، إذ حافظ التقدم على المفاوضات في المفاوضات على وتيرته. ومع ذلك يبدو أن طريق الكاظمي لن يكون سهلا في تلك المفاوضات، مع التسريبات التي توضح أنه لن يتمكن من تقديم حقائب وزارية كاملة في جلسة منح الثقة المنتظرة. قال الكاتب البريطاني من أصل هندي مهدي حسن في مقال نشره موقع انترسبت الأمريكي إن فيروس كورونا الذي ينتشر بين الناس في كل بلد وفي كل أرض على سطح الكوكب تحول إلى سلاح يستخدمه اليمين المتطرف لمواجهة الإسلام والمسلمين. وأضاف الكاتب أن معاداة السامية هي أقدم كراهية في العالم، لكن الإسلاموفوبيا أشدها غرابة في العالم. الكاتب ضرب مثالا عن الهند قائلا إنه عندما انتشر فيها الفيروس أطلق عليه أنصار الحكومة اليمينية المتطرفة اسم كورونا جهاد، وزعموا أنه مؤامرة دبرها المسلمون لنشر العدوى بين الهندوس وتسميمهم، بل أن الحكومة نفسها حملت المسؤولية عما يقرب من ثلث الإصابات المؤكدة بوباء كورونا لمجموعة دعوية مسلمة اسمها جماعة التبليغ. وفي بريطانيا تحقق الشرطة مكافحة الإرهاب في مجموعة يمينية متطرفة متهمة بالسعي لاستخدام أزمة فيروس كورونا للتحريض على الكراهية والعداء للمسلمين، وذلك طبقا لتقرير نشرته مؤخرا صحيفة الجارديان. وكما هو الحال في الهند، نجد أن استخدام الوباء للتحريض ضد المسلمين لا يقتصر على شخصيات التيار اليميني المتطرف، بل يصدر ذلك أيضا عن وسائل الإعلام في التيار العريض. فقد سعى بعض كبار الصحفيين في بريطانيا وفرنسا إلى استخدام مناسبة قدوم شهر رمضان لنشر الخوف من المسلمين في الغرب، بحجة أنهم سيخالفون الإرشادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وسيساهمون بذلك في نشر الفيروس، وذلك بالرغم من انعدام أي دليل يثبت أن المسلمين في بريطانيا أو في فرنسا يؤيدون التراخي في الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، وأنهم يخططون لإعادة فتح المساجد في تحد لهذه الإرشادات. وأضاف الكاتب أنه قد نتمكن في الشهور المقبلة من تغلب على جائحة كورونا، ولكن سنستغرق وقتا أطول بكثير لإلحاق الهزيمة بالمرض المسمى الإسلاموفوبيا. رأت صحيفة الجارديان البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد في منظمة الصحة العالمية هدفا يخفي وراءه إخفاقه في التعامل مع أزمة كورونا.
وذكر الصحيفة في تقرير لمراسلها جوليان برجر أن قرار وقف الدعم عن المنظمة سيعرض الصحة العامة للخطر، لا سيما أن التحرك جاء وسط مواجهة مع وباء عالمي. إلا أن ترامب وجد المنظمة كبش فداء مناسب ليلقي عليها مسؤولية تأخر إدارته والفوضى التي اتسم بها رده على الأزمة. بدأ ترامب وأنصاره بالتركيز على تغريدة لمنظمة الصحة العالمية في 14 من كانون الثاني والتي نشرتها على تويتر، واحتوت على ما توصلت إليه دراسة صينية بعدم وجود أدلة واضحة عن انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان. ويرى جافين يامي مدير مركز أثر السياسة على الصحة الدولية بجامعة ديوك أن من السخافة بمكان توجيه تهمة الوباء إلى جهة بعينها وربطه بتغريدة نشرتها المنظمة في بداية الأزمة. وبحلول شباط كانت المنظمة توزع الفحوصات لكورونا حول العالم، ولكن الولايات المتحدة قررت عدم تسريع طلبها، وكان الفحص الأمريكي متأخراً 6 أسابيع مقارنة مع الفحص العالمي. ولعدم وجود فحوصات في الولايات المتحدة خلال شباط وقلة أعداد المصابين، اعتقد ترامب أن بلاده قد أفلتت من الفيروس، وتفاخر في 24 من شباط بالقول إن فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة. وقرر ترامب التحرك ضد المنظمة الأسبوع الماضي بعدما بدأ أن الأعداد المتزايدة من الوفيات والإصابات هي نتاج عجز وتواطؤ إدارته، ويمكن أن تقوم دول أخرى بتعويض المساعدة الأمريكية، خاصة أنها عبرت عن ثقتها بالعمل الذي تقوم به المنظمة الدولية. وأضافت الصحيفة أن أثر قرار ترامب تحويل منظمة الصحة العالمية إلى كبش فداء على الانتخابات لا يعرف على الانتخابات الأمريكية، ولكن قراره سيكون دليلا جديدا على تخلي الولايات المتحدة عن ريادتها العالمية. تعرض شركة يابانية شقاقها الفارغة للأزواج الذين يعانون مشكلات من جراء التوتر الناجم عن تدابير الإغلاق بسبب فيروس كورونا وسيلة للافتراق وحصول كل طرف على بعض الوقت بمفرده، بحسب ما نشره موقع عربي 21. وذكرت شركة كاسوكو ومقرها في طوكيو أنها ترجو من الزبائن التشاور معها قبل التفكير في الطلاق. وتقدم الشركة وحدات مفروشة على أنها ملاذات مؤقتة للأشخاص للهروب من الأسرة، سواء للعمل أو لمجرد الحصول على بعض السلام والهدوء. وتقدم الشركة شققا في مقابل 4400 ين ياباني، أي ما يعادل 40 دولارا في اليوم. وقال ناطق باسم الشركة كاسوكي أمانو أنه ليس لدينا بيانات كثيرة تظهر أن الطلاق آخذ في الازدياد، ولكن تقارير وسائل الإعلام تفيد بأن معدلات الطلاق قد ازدادت وتزداد في الصين وروسيا بعد إجراءات الإغلاق، ما جعلنا نتوصل إلى ابتكار هذه الخدمة في اليابان. نبقى الآن مشاهدين مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية المختارة. بهذا مشاهدينا تنتهي جولتنا الصحفية في صدى الأقلام، نرى في دائم هذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد. إلى اللقاء.